للحديث والنقاش حول تطورات المشهد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا بك أخي العزيز وبالقناة وبالمشاهدين الكرام، حياكم الله. دكتور، نتائج أعلنت نتائج أولية، دار جدل واسع حولها، هناك اعتراضات واضحة في الميدان في الشارع وأيضا اعتراضات بالتصريحات، وهل تعتقد أن شيئا تغير بعد هذه العملية الانتخابية؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز. نحن لا نعول أبدا على أن يتغير شيء ما بالعملية السياسية عقب الانتخابات، وذلك لأن العملية السياسية لم يتغير شيء من آلية العمل لداخلها، ولن يتغير طبيعة التعامل المحاصصي الطائفي، وبالتالي لا يرتجى من تغييرها شيئا. وإن جاءها بعض الشخوص الذين يدعون أنهم مستقلون ولهم رؤى أخرى غير التي هي سائدة، إذن القواعد العامة للعمل العملية السياسية وضوابطها تجعل أن لا أمل في التغيير، ولا يمكن أن نتوقع تحسنا واقعيا سوى شكليا ليس إلا. نعم، دعني أتوقف هنا عندما قاله معهد الولايات المتحدة للسلام الذي قال بأن من فسر النتائج على أنها خسارة كبيرة لإيران لم يكن محقا في ذلك، لأنه كتل الفتح والمالكي وغيرها ممن حصلت على عدد من المقاعد هي جميعها مقربة من إيران، وبالتالي لا حديث عن أن هناك خاسر في هذه الانتخابات. أنا أؤكد ذلك، لو جمعنا ما يسمى بالخندق الشيعي وضممنا له حتى الصدر لوجدناه يتجاوز 120، وهذه الصيغة ألفنا عليها خلال الفترات السابقة، وكذلك الحال المجموعة الأخرى الخندق الآخر والخندق الكردي. إذن نحن أمام الحالة تكرر ذاتها، ولكن الذي بدأ هناك فيه مشهد جعل البعض يتوقع أن إيران قد خسرت هو أن الخلافات ما بين أقطاب البيت الشيعي أو الخندق الشيعي تعاظمت. هذا الخلاف له أثر حتى على التدخلات الإقليمية والدولية بشأن العراق، وهنا الخلل الذي يكمن حقيقة ليس في حجم الكتلة الشيعية أو السنية أو الكردية. إذن لا غير لا تغيير، وحتى القوى الفاعلة التي فاعلة في الشأن العراقي التابعة إلى إيران هي ذاتها التي فرضت واقع عملي على الكاظمي عندما دخلت المنطقة الخضراء وأخرجت بعض مقاتلينها، وعندما استعرضت كما تتمنى، وعندما قدمت ما تراه مناسب. إذن هذه قوة مؤثرة وفعالة وبيدها السلطة أكثر من بيد غيرها. إذا كانت النتائج أظهرت تغييرا في الثقل النسبي لهذه الميليشيات، فلماذا الاعتراض؟ على ماذا يعترضون دكتور؟ أتوقع أن هناك الخلاف الكبير ما بين الصدر وتوجهاته، الخلاف الشخصي بالتأكيد مع زعيم المجموعة الشيعية المناهضة المتقاطعة معه مالكي ومن يدور في فلك مالكي، وهو خلافات شخصية على مناصب وعلى أدوات وعلى امتيازات. تدعى ذلك هو خلاف في طبيعة الانتماء العقائدي، فالانتماء الولائي لهذه القوة يختلف عن طبيعة الانتماء الذي العقائدي للصدر. الصدر عن علاقته المرجعية بالحائري، بينما تلك المجاميع بولاية الفقيه. هنا الخلل الكبير. من هذا الخلل الذي موجود ممكن أن تسعى دول أخرى كأمريكا أن تنفذ من هذا الموضوع. هنا الذي تخشاه إيران وعناصر إيران على مستقبل وجودها في العراق، وليس على ما يسمى بالحالة الجمعية للمذهب أو للجماعة الخندق الشيعي. نعم. إذن الخلافات الداخلية البينية وأثر الخلافات الخارجية الدولية في العراق هو الذي يمكن يكون منفذ للخلل أو للحالة اللا استقرار لدى إيران في العراق. نعم، ما الذي يمكن أن يحصل في هذه الحالة أو الدور الذي يلعبه الكاظمي في هذه الحالة؟ أتوقع الكاظمي، رغم تحفظنا عن الكاظمي باعتبار أنا متابع وأرى جزء من العملية السياسية ومكمل لها، وهي التي من جاءت أقطابها من جاءت بالكاظمي إلى سدة الحكم، ولكن أتوقع أنه مقبول من الجميع إلى حد كبير، حتى الجماعات التي تشك في طبيعة توجهاته وولاءاته
لن تكن ذهبت بعيدا في التقاطع معه. فأعتقد أن الكاظمي سيكون له دور في التوازنات، بل أعتقد أن الخلافات التي ستتسع بين القوى السياسية الشيعية ستجبر القوى ذاتها على أن يكون الكاظمي هو واحد من المرشحين إلى استمرار برئاسة الوزراء، باعتباره أولا يتوفق مع الشيعة بشكل عام، يتوافق مع حزب الدعوة بشكل عام، قريب إلى الصدر بشكل عام، قريب إلى الأكراد، وبالتالي قد يكون الكاظمي هو البيضة وهو الموازن، وقد تؤول المآلات إليه أكثر من غيره. بهذه المناسبة دكتور قحطان، كيف تقرأ قراره توزيع أراضي على رئيس وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية في هذا التوقيت؟ هذا قرار خاطئ 100%، وليس له أي مبرر نهائيا. المواطن الآن من الجوع، وتقريركم قبل قليل يؤكد أن العراق من الدول التي ثلث شعبه يبيت جائع، وتعطى أراضي 600 متر في مناطق متميزة في بغداد إلى من هم عليهم مؤشرات فساد ومؤشرات منتفعين من العملية السياسية. إذن هذه حقا 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 إجراء ليس بالمرة، وأعتقد أنه نوع من العربون والرشا لكي يبقى الكاظمي على السلطة أكثر من استحقاق هؤلاء، سيما أن هؤلاء في الغالب قدامى في المسالك وفي مهامهم، وقد أخذوا أراضي كثيرة من الدولة ولهم قدرات مالية عالية، بينما موظفين آخرين لا يملكون الآن سكن. إذن القرار مجحف بحق عموم الشعب، أناني الرؤية ومصلحي 100%. نعم، أشكرك جزيلا دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من بغداد.